زي ما قلت لحضراتكم وزي ما تابعنا مع هذه القضية على مدى 4 سنوات وأكثر، 4 سنوات طويلة مرت هذه القضية بمراحل مختلفة، منها كان محاولة لحفظ القضية ومنها كان محاولة لتزوير محضر أقوال سيدة الكرم، وكان حفظت القضية من قبل وأعدنا إثارتها مرة أخرى في أواخر عام 2016، وبعد كده استمرت نظر القضية حتى عام 2019 اللي تنحى فيها قاضي القضية وتنحى عنها، وبعد كده دي الإعادة في نفس القضية ويتم التنحي عنها للمرة الثانية. قضية سيدة الكرم نظرت حتى الآن على مدى أكثر من 4 سنوات، في نفس الوقت قضية ابنها لما كان متهم بإقامة علاقة غير شرعية مع المتهمين اللي اعتدوا على سيدة الكرم حكم مرتين، مرة غيابي ومرة حضوري، وفي المرتين صدر الحكم حكم بالسجن وبالغرامة، ونفذ الحكم واتسجن تقريبا سنة وطلع من السجن. كل ده وما زالت قضية والدته وقضية حرق منازل الأقباط في هذه القرية ما زالت تنظر في المحاكم حتى الآن. حاولوا بكل الطرق إن هم يؤثروا ويضغطوا على سيدة الكرم علشان تتنازل عن قضيتها بكافة الطرق، سواء بتهديدها بمحاكمة ابنها بدل المرة 2، لم تضعف وما غيرتش رأيها وصمدت وعندت وفضلت مصممة على حقها. معنا على التليفون السيدة سعاد ثابت سيدة الكرم. مساء الخير يا فندم. ألو. أيوة أستاذ سالم، إزيك؟ أهلا، إزيك يا أمي؟ إزاي صحتك؟ الله يسلمك أستاذ سالم. عاملة إيه وإزاي صحتك؟ طمنين على صحتك. كويس يا أستاذ سالم الحمد لله. نشكر ربنا، نشكر ربنا. يعني طبعا الأقباط وغير الأقباط داخل مصر وخارجها بيتابعوا قضية حضرتك، وطبعا الكل شاف ما حدث الأسبوع الماضي لما تنحى القاضي عن القضية لتاني مرة. لا بس عشان اتنحى عنها واستشعر قال الحرج، كل واحد يمسكها، كل واحد يمسك القضية يلقمها من الثاني، وفي الآخر قال ده يستشعر الحرج وده يستشعر الحرج. قضية أدلها 5 سنين ولا راضين يدوني حقي ولا راضين يدوني حق، ربنا كبير هو اللي يدي الحق يا أستاذ أيوه. كنا عرفنا انه كان في محاولات للصلح في اخر كام شهر. ايوه انا ما وافقتش، اتعرض عليا صلح كتير، انا ما وافقتش. انا ما وافقتش، لما اخد حظي، لما اخد حظي. حتى لو ما فيش صلح، لو في صلح مش هتصالح، وانا مش عايزه غير اخد حظي بس، انا عايزه حظي وحظ ولادي اللي اتبهدل وحظ حبيبنا. قضية دي لها 5 سنين. قابلها 5 سنين قضية سرقة ونهب وحرب وتعرية في الشارع، وراجل كبير عنده 80 سنة يجروه في الشارع ويحطه على وشه الجزمة ويبلعوني أنا عريانة مول، وجاي من الوقت يستشعر الحرج يا أستاذ هاني. فين وعود الرئيس يا أستاذ هاني اللي طلع وقال لي لازم تاخد حظك مهما كان عاداتهم، وحولهم للعسكرية، قضية العساكر دي. اي فين؟ فين الحكم وفين ده ظلم؟ ده مش ظلم الوقت ده، ده قضية دي لها 5 سنين وكل الناس شافتها. الأزهر شاف
ومجلس الشعب شاف، وحقوق الإنسان شاف، وكل الناس شافت اللي حصل لنا والبهدلة اللي احنا اتبهدلناها أنا وولادي، وراجل كبير سني بهدلوه، وأطفال كانوا هياخدوها يحرقوها يرموها على النار يحرقوها، كل ده وفي الآخر يلجموها لبعض زي الكورة من بعض لبعض لبعض لبعض، اللي يستشعر الحرج واللي يحفظها ويحطها في الجرد ويقفل عليها واللي يحكم فيها وبعد كده يسيبها، واللي في الآخر يقول له المحامي، المحامي يقول له أجل القضية لما أجيب المتهمين، بدل ما يأجلها له شهر يروح يأجلها له ثلاث أربع أشهر خمسة، يقول له أنا رايحة أحج وما جهزتش الشنطة بتاعتي، بدل ما أجهزها له شهر يأجلها له ثلاث أربع خمس أشهر، لما أجلها لحد ما أجيب لك المتهمين بدل ما يأجلها يومين ثلاثة ولا شهر ولا كده يأجلها له خمس ست أشهر، إنما لما طلب قضية ابني المظلوم اللي دخل السجن ظلم بتجري زي الحصان بتجري زي الفرس، وعملوا لها حكم وعملوا لها أحكام وحكموه واتحبس وطلع، بس ابنه طلع راجل، طلع راجل قدم نفسه وقد الايام اللي اتحكمت عليه لو ان كان الحكم ظلم. بس انا لما اقول القاضي اللي حكم على ابني حكم عليه ليله العيد، ليله السبت النور حكم على ابني، هو يتحبس يخش الشيك واولاده الاربع اطفال منهم البيت مصريين على الارض، ده لو كان واحد غير زياده كان حكم عليه ليله العيد. لا ده كانوا سيبوه لما صام رمضان ولما كان لحمة الضحية ولما اتبسط، وفين يمكن كانوا يبقوا نسيوه ما يفتكروش فيه، انما ابني كان جوه 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 المحكمة وجايين يلبسوا البيت ويقولوا انتوا داسينه جوه. طب لما ابني اتحطم عليه وهو معاكوا جوه جايين تلبسوا البيت يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ ده هو يبقى فين العدل وفين الحق بتاع ربنا لما قضية فيها كل المواصفات وكل الناس شافت وكل الناس نظرت، كل واحد على ارض مصر شاف البهدله اللي اتبهدلناها، هذا حاجة ولادي وهذا حاجتنا وسرقوها ونهب وشركة وسعرية، يعني ما خلوش حاجة، ومولوتوف وبنزين وضرب نار، كل ده راح فين يا استاذ هاني؟ كل ده راح فين؟ الحكومة ودته فين؟ أنا لما أقول يا أستاذ هاني كل واحد ضاب جاب قدامه القضية بتاعتي وما ادانيش حقي، يا ويله من ربنا وعذاب ربنا، ربنا يحاسبهم ويعاقبهم على الظلم اللي هم فرضوه علينا، الجناية اللي هم سرقوا وعروا وما خلوش وحرقوا وضربوا نار، ما فيش واحد منهم مسكوه وحكموا عليه ولا حبسوه، انما اللي معلوش دليل ولا عليه اثبات يحبسوه ويحبسوه ولا يطلعوش. ادي قضاء مصر الحلوين، ادي قضاء مصر القاضي لما المحامي بتاعهم يروح يقول له والله اجلها لي لما المتهمين يحضروا، بدل ما اجلها له شهر يأجلها له ثلاث أربع أشهر، قضية ابني أنا ما أجلها له 15 يوم 10 أيام. وأنا قضية كل الناس عارفاها وطلعت العالم كله، طلعت العالم كله، وأنا عايزة أوصل صوتي للريس أقول له فين وعودك يا ريس؟ فين اللي أنت قلت لي مهما كان عاداتهم يتحاسبوا؟ فين الحساب؟ وفين العقاب؟ المخت ده دهوات اللي عمل الجريمه دي لما فلت من العقاب يطلع يعمل جريمه واثنين وثلاثه واربعه ويعمل جرائم كثير عشان ما تعاقبش. امال فين وعوده لما قال لي لازم يتعاقبوا مهما كان عاداتهم؟ فين الحساب؟ فين العقاب؟ يعني ما عاقبوش حد. انا اقول له يا ريس انا عايزك تديني حقي وتنفذ وعدك اللي انت طلعت قلت الرئيس ما طلعش من حاله، الرئيس لما تأكد من الوضعة وتأكد من المصيبة اللي جات لنا
لولا طلع اتكلم واحتضر، انما لولا لو في حاجه مش هيطلع ولا يكلمني ولا يتحدث. أيه. انما لما تاكد بنفسي ان ده حصل طلع واحتضر، طب يجيبوه يقف معايا يديني حظي، يشوف الجدل اللي وراه ده اما يظلم ناس ويدي الناس المجرمه اما يطلعوها، انما المظلوم يمسكوا يحبسوه. طب ليه يعني؟ اما اقول لك ايه يا استاذ هاني، هو ميزان العدل اللي كان في المحكمة رفعوه إياه، رفعوا ميزان العدل من المحكمة وهم الجاد احتار يوزن، ما لقيش ميزان عشان يوزن حق الظالم ويوزن حق المظلوم. فين ميزان العدل اللي في المحكمة يا استاذ هاني؟ فين؟ فين يا استاذ هاني العدل اللي في مصر؟ أنا أما أقول كل قاضي جت قدامه قضيتي وما ادانيش حظي، يا ويله من عذاب ربنا، يا ويله من وقته امام ربنا يتحاسب، عشان اتبهدلت انا واولادي ولا جهدت في الدنيا، وكل واحد ماشي على راسي وانا بيتنا خرب، خد حاجتنا كلها وفلوس ولادي كلها خدوها وقالوها في البلد، ما ادناش حاجه انتكم، احنا طلعنا عريانين ما خدناش حاجه ابدا يا استاذ هاني. ولما اقول ربنا هيحاسب كل انسان مثل قضيتي واتبرى منها، ربنا هيحاسب، هيروح فين من ربنا؟ ده لازم ربنا هيعاقبه وهيقول له ليه ظلمت الناس دول، لو جيت على حد الناس دول مش هيسيبه ابدا صدقني. وانا عايزه حقي، ربنا هو الكبير اللي هو هيمسك القضيه بتاعتي وهيحكم بنفسه، وبكره هيحكم على اللي هم عملوا كده، على القضاء كلهم اللي اتبروا من قضيتي وما ادونيش حظي هيحاسبهم ربنا. اقول لهم هيحاسبهم حساب كبير قوي صدقني. اكيد انا الابن اللي اتظلم في الدنيا اتحبس ظلم، والظالم اللي حبسه وحكم عليه يا ويله من ربنا علشان حكم عليه ليله العيد. يعني لو كان واحد غير ده يتحكم عليه زي لا، كان ابوه كان رمضان، وكان ابوه لما عيط، وكان ابوه لما كان لحمه الضحيه وتقرع، ويلا يا مسكوه يا سيبوه وخلصنا على فين. وبعدين دول فلتوا من العقاب، يعملوا جرائم كثيره قوي، هيعملوا جريمه واثنين وعشرة وعشرين. وانا اما اقول لكل القضاة بتاع مصر الله يسامحني، واللي فيه عقاب عند ربنا. ايوه ربنا كبير، ربنا كبير. امين يا أيوه. رب. انا كنت عايز اعرف ونعرف الساده المشاهدين الظروف اللي انت عايشه فيها يا ام. ايه عايشه فيها يا استاذ هاني؟ انا بعض البيت في الصحراء، وقاعد هو ما فيش غيره وولي ارمله جار يا دوبه، وبعدين يمكن ما شفت كل اربع ساعات ما شفت انسان، ادي اللي عايشه فيه. وين ما فيش غير جبت عملنا ترمومتر وعمر حتى في المنيا كل شهرين 450 جنيه صدقني. ادي لولا الممارسه كنا ننام على العاصمه وما كنا نبدا نمر بلا ميه حتى. ادي الظروف بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، يعني هنعيش ايه يعني؟ مش كله راح يا استاذ هاني. كل عرق ولادي وكل قرش جابوه ولادي بعراقهم، ما كل عشره سرقوا ولا نهبوا ولا عملوا حاجه ابدا. ايوه بس احب ان انا الفت نظر الساده المشاهدين انه بعد ما تم تعريض سيده الكرم وقبل ما يحرقوا بيتها وبعض من بيوت الاقباط في القريه، نهبوا منزلها ونهبوا بكل اللي فيه، وكان من ضمنها بعض يعني ممتلكات ابنائها اللي كانوا بيشتغلوا فيها. وده زي ما سيدة الكرم قالت ان هم طلعوا من بيتهم بعد ما كل شيء اتنهب. اتفضلي يا ام. صدقني يا استاذ هاني ان نهبوا البيت، سرقوا البيت كله، ما خلوش اي حاجه، لا في شقق ولادي وبضايع ولادي جابوها بضاعه، انا جابوها عربيه نقل كبيره، ده كله خدوه ونهبوه وسرقوه، وفي الاخر راحوا يكتموا الغنيمه
راح يقسم الغنيمه بتاع المسيحيين، جابوا ببعض، ده يقول له انا عايز صينيه عشان مرته تعمل صح فيها، وده يقول له انا عايز حله عشان مرته تطبخ فيها، وده يقول له انا عايز غساله، وده يقول انا عايز ثلاجه، وده يقول له انا عايز بوتاجاز، وجابوا ببعض وبيقسموا في الغنيمه بتاع المسيحيين عشان اطمننا احنا غنيمه. وخدوا كل حاجه ونهبوا كل حاجه، بس عند الحساب والعقاب ما تعصبوا. ولهم يعملوا كثير عن كده هوت اذا كان ما تحسبوش ولا تعاقبوا. لما يكون عليهم اي قضيه عم يروحوا يضغط الواحد منهم بالحرام بتاع مرته ويطلع يروح ينام في الزراعه عشان ما يقدر ينام في البيت. طب لما انت راجل يا اخويا وكلك سنة ورانا وعم تسرق وتجمر وتحرق بضرب النار والمنتوف والبنزين، لما انت كنت راجل ليلتها امال الوقت البيت ايه اصلا؟ لما تتغطى بحرام مرتك وتروح تنام في الخاله وفي الزراعه. ايوه. يبقى ايه ده بني ادمين دول ولا بلطجيه؟ دول بلطجيه انت فاهم؟ دول بلطجيه وحراميه. ايوه. وخدوا مال ولادي وعرق ولادي وشغى ولادي وما خلوش اي حاجه. انتوا احنا طلعنا عريانين يا استاذ هاني، ما كناش قاعدين خرج من البيت اسددني. ولادي هم اللي اتبهدلوا وحاجتهم واكلين فلوس على اولادي كثيره قوي يا تاني، من ساعه ما حصل اللي حصل وجينا طردينا من البلد وضعفونا وكل الفلوس كانوها على اولادي، ما فيش حد كان حاجتين تقول. واولادي كانوا طالعين القرش ده ما يجيبوه بعراقهم، ما كانوش اما يصرفوا فانا ما يجيبوه بعراقهم وبمشوتهم، وكانوا طالعين استخطروها علينا. قال لك كيف واحد مسيحي زي دول يفلح وينجح في البلد ويعمل بنادم في البلد واحنا مش لاقيين العيش ناكل؟ راح دبر المصيبه لابني، دبرها له علشان طب يجيبوا لنا دليل ولا يجيبوا لنا اي حد في النظر حاجه وحشه ويقول لنا ما فيش دليل يا استاذ نادر، وما فيش اي دليل يقول دول ولا حاجه تدينا بان احنا عملنا حاجه وحشه. يقولوا انما القضيه هي بالذات دي اللي جاروا فيها وعملوا مصايب كثيره واتحكم عليهم واتحبس، انما القضيه اللي فيها اثبات وفيها دليل وفيها حرض ونهب وهبط عرض وراجل كبير في السن 80 سنه يجرجروه في الشارع ويحطوا له الجزمه في حنكه دي خلاص ما فيهاش حكم، دول عشان البلطجيه يزيدوا ويعملوا مصايب كل يوم. أيه. الله يسامح الناس كلها، ربنا يسامح. هدي نفسك، هدي نفسك، هدي نفسك. طيب انا قبل الحادثة ما تحصل بيوم يا استاذ هاني انا رحت المركز وقدمت بلاغ وقلت لهم ده هيحرقونا يدمرونا وهيقوموا علينا يدبحونا، قطعوني من الساعة 9 لحد الساعة 3:30 العصر وانا قاعدة في المركز بقول لهم احمونا احمونا، قالوا لا انت جايه تعمل فتنة، انت مره كدابه. جات لما حصلت الواقعه يا استاذ هاني مين عادل اللي طلع كداب؟ المره مقرحه ولا الراجل ابو شعر مسفسف؟ ابو شعر مسفسف اللي طلع كداب ولا المره مشوبه؟ ها؟ حصل ولا ما حصلش؟ ده ما كانوا يقولوا لي جوه المركز انت جايه تعمل فتنه يا مره كدابه. انا كدابه الوقت ولا ده هم اللي كدابين؟ ايوه هدي نفسك. أيوه. هم عملوا كثير قوي صدقني. ايوه يعني حضرتك قلتي ان انت عايزه تقولي كلمتين للسيسي، العالم كله بيسمعك الان، تحبي تقولي ايه؟ انا اما اقول يا ريس انت طلعت وسندتني وقلت مهما كان عاداتهم لازم يتحاسب، فين الحساب وفين العقاب؟ فين كلامك اللي انت طلعت قلته؟ ده الكلام ده قال بعد ما اتاكد من الحادثه وبعد ما اتاكد من اللي جرى، هو ما طلعش احتضر لي من الباب للطاق، لا ولا كان يعرفني. ايوه. فطلع احتضر لي لما اتاكد، لما بعت الرساله بتاعته هو بالفعل كل حاجه عن حبيبي. بالفعل كانت الرئاسه بالفعل كانت الرئاسه ارسلت اتنين من الرئاسة علشان يتابعوا التحقيقات الأولية، ولما تأكدوا من الواقعة
واتأكدوا أيضا من أن الورق والمحاضر مكتوبة مظبوط. اتفضلي. طيب هو فين؟ أنا عايزة بس هو اللي يديني حظ. أنا مش لا عايزة قاضي ولا عايزة واد. أنا موصلة القضية دي بيد هو، وهو اللي طلع وقال مهما كان عددهم لازم يتحاسبوا. خليه يرفعها من يرفعها من المنيا خالص، القضية بتاعتي، ويطلعها بعيدة عن مديرية المنيا خالص، علشان أقدر آخد حظي. إنما علشان شوية حلب، شوية أوباد حرامية بلطجية منها بحاجتنا، وفي الآخر ما يتعصبوش، يبقى كده ظلم ولا مش ظلم يعني؟ أيوه يبقى ظلم كبرجاوي. أيوه طيب. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال آخر. هل في أي حد من الكنيسة بيتواصل معاكي؟ أي حد بتيجي من الكنيسة يزوروكي يهتموا بيكي؟ الكنيسة بتاع بلدنا هنا بتاع منهر يعني؟ أي لا لا حد ما يزورني ولا ما أزور حد. أيوه حتى الكنيسة؟ لا انا ما حدش ما لا حد ما يزورني ولا انا ما ازور حد. انا ما يعني اقول لك انا قاعده في حالي لوحدي من بعد اولادي ما تشتتوا، وكل واحد راح على راسه وشتتونا، وربنا يسامحهم باللي عملوه كله. ايوه انا مش هقول غير كده، انا اقول كل اللي ماسك قضيتي وما حكمت فيها بالعدل وما اديناش حقنا وحق بهدلتنا وحق طلعنا من البلد يا استاذ هاند، احنا طلعنا من البلد، بطردونا من البلد، ولما الشتا عمل البيت والجيش عمل البيت، وقعد ولاد عشان يندلوا ويهددونا ويقولوا لو جيتوا نموتكم، لو جيتوا نقطعكم، لو جيت البلد هنا هنموتكم خالص. ولاد هجوا وماشوا وسابوا مصر خالص وماشوا، وسابوا لهم الدنيا مخدره، وانا سايبين ان انا قاعده وحدي، انا لا عم ازور حد ولا حد يزور. ايوه 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 تمام تمام. حضرتك تحبي تضيفي اي شيء اخر؟ اضيف ان انت توصل صوتك للرئيس، هو الرئيس ربنا جابه للبلد دي علشان يعدل وعشان يدي كل المظلوم حقه. وانا لما اقول له يا ريس انت طلعت واتكلمت وتعهدت بقضيتي ولازم تقف جنبي وتديني حقي وتطلع القضيه من 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 المحاكم بتاع المنيا. ايوه ادي اللي عم اقوله له. ايوه تمام تمام. حضرتك تحب تزودي اي شيء قبل ما ننهي المكالمه؟ لا انا هزود تاني عاد، انا هقول تاني عن ما قلت ده كله. انا دي لخمس سنين عمال اقول وعيد واروح وتعال احضر القضيه وتعال وروح القضيه وتعال النهارده عليك قضيه، فاطلحوني ومرروني ويا ريت ادوني حظي. المتهمين دول ما فيش ولا واحد حضر القضيه. ايوه انما انا لو ما روحتش وحضرت القضيه، تعال احضر العن يعملوا لك غرامه، تعال احضر العن يجرموك ويغرموك. طب امال المتهمين اللي سرقوا وحرقوا ودمروا وعروا مش قادرين تجيبوهم ليه؟ لما اتحكم عليهم بالعشر سنين فيه قضيه تبقى يوم 24/8 والقاضي ياجلها يوم من 24/8 ل 26/8، يعني اديها براح يوم. يا ترى في اليوم اللي اجلها فيه ده ايه الطبقه اللي اتطبقت يا استاذ هاني؟ ايوه طبقوا فيها ايه؟ ايوه طبقوا فيها وعملوا فيها القضيه. في قاضي ياجل قضيه يوم يوم يوم، طب ليه؟ لما هي كانت محجوزه للحكم ليه اجلها تاني لما كل حاجه كانت منتهيه؟ هو انت اجوال جديده، طب الاجوال الجديده ده ها ما قلتهاش ليه ايام الحادثه؟ صحيح. جاي تقول الاجراءات الجديده بعد خمس سنين برضو؟ اي اي سلامتك سلامتك.
سلامتك. يعني يقول القاضي، يقول القاضي انا عندي اقوال جديده. طب الاقوال الجديده كده كان مخبأها فين ودسيسها فين؟ لا قالها فين القاضي في مده الحادثة، ايام الحادثة كان نسيها اياه، كان نسيها المحامي بتاعهم. أيه. كان نسيها المحامي الكذاب، ده محامي كذاب. ايوه ايوه. بتحب تقولي اي حاجه تانية؟ لا يا استاذ هاني كتر خيرك، وربنا هو اللي يدي الحق، والقضيه والعدل في يد ربنا، في يد واحد كبير قوي، في يد ربنا اللي ما حدش يقدر عليه خالص. امين. وكل اللي اتواضع في قضيتي هيبقى ليه حساب كبير قوي عند ربنا. يا ترى لما يقف قدام ربنا يقول له ليه؟ يقول له انا حكمت على الوليه دي بقوه، انا جيت عليها ليه وظلمتها؟ ولا هيقول كيف؟ ولا هينكر الحقيقه؟ أي. ما هيخوف من اللي يقع قدام، يخوف من اللي يقع بين يد ربنا. ايوه حقيقي. عموما احنا هنستضيف حضرتك في الحلقات القادمه ونتابع تطورات هذا الموضوع. متشكر جدا لوجودك معنا اليوم، وخصوصا انه كان في الكثير من السادة المشاهدين عايزين يطمنوا على صحتك. الحمد لله. نشكر ربنا. انا اعمل ايه يعني تاني؟ ربنا يقويكي، ربنا يحمد ربنا. والناس الكويسه كلها الحلوه اللي تعرف ربنا عم تقول الحقيقه، انما اللي مش ما يخاف من ربنا ما ينكر الحقيقه. انا اعمل لهم ايه؟ الله يسامحهم. ايوه ايوه. متشكر جدا لوجودك معانا في حلقه اليوم. السيده سعاد ثابت الشهيره بسيده الكرم، كانت السيده سعاد ثابت في حلقه اليوم او في الدقائق الماضيه عايزه ترسل رساله الى السيسي علشان تذكره بالوعد اللي قالوا وقطعوا على نفسه ليها بان هي تاخد حقها بالقانون مهما كان عدد المعتدين ومهما كان يعني اي منصب اي حد فيهم. عارف ان هذا الفيديو بنعاود تكرار اذاعته مرات كثيره، لكن بهذا الوعد هي مش ناسياه واحنا كمان مش ناسيينه، وزي ما حضراتكم سمعتوا إن هي ما زالت متمسكة بيه. نشاهد معا هذا الفيديو. كتلة واحدة، بمناسبة كتلة واحدة كان لازم برضو إن أنا أشاور على مسألة وقضية خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، هي الإساءة لسيدة مصرية. الإساءة لسيدة مصرية، شوفوا أنا قلت سيدة مصرية ما قلت السيدة كذا مصرية، إحنا كلنا واحد، كلنا مصريين لينا حقوق متساوية وعلينا واجبات متساوية. وأنا عايز أقول لكم على حاجة، كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والإعزاز والمحبة. الكلام ده انا بقوله لان هو مش مجامله لهم. انا لما قلت عظمات مصر كنت اعني هذه الكلمه صحيح، وهم عظمات مصر. من فضلكم لا يليق، والله لا يليق ابدا ان اللي حصل ده يحصل في مصر او يتكرر مره تانيه. القانون والحساب، اي حد هيغلط مهما كان عدده هيتحاسب. فأرجو ان السيدة المصرية يعني ما تاخدش على خاطرها لا هي ولا كل سيدات مصر. من ايه اخبار كل سيدات مصر، وايه اخبار القانون وتطبيقه، وايه اخبار الحقوق للأقباط وللواجبات للأقباط؟ حتى الآن على مدى أكثر من 4 سنوات
من مايو 2016 حتى الآن، وما زال بيتم التلاعب بقضية سيدة الكرم حتى الآن، زي ما سمعنا أيضا من سيدة الكرم لما سألناها عن إذا كان في أي حد من الكنيسة بيتواصل معها أو بيسأل عنها أو بيسأل عنهم، هي وزوجها السيد دانيال في ظروفهم اللي هم فيها الآن. طبعا زي ما حضراتكم فهمتوا إنه حتى الآن الكنيسة غير مهتمة، وكنا عرفنا من حوالي سنة أو أكتر من سنة بشوية إنه قداسة البابا رفض لقائها بعد ما تم تحديد ميعاد ليهم، وللأسف رفض لقائها، وبعد ما سافرت من قريتها في ألمانيا إلى العباسية رفض لقائها ورجعوها تاني، وكان كل اللي ادهولها صورة يعني صورة ورفضوا لقائها. امتى الدولة تجاهلت سيدة الكرم؟ امتى الدولة لم تعد تهتم بقضية سيدة الكرم؟ لما رأت أن القيادة الكنسية لم تعد تهتم بقضية سيدة الكرم، وكأن مقياس رضا الأقباط عما يحدث داخل مصر الآن اختصروه في شخصيتين ثلاثة من القيادات الكنسية، وتجاهلوا شعور الرأي العام القبطي تماما فيما يخص قضاياه. ومن أهم القضايا التي يهتم بها الأقباط قضية سيدة الكرم، يمكن القضية فات عليها أكثر من 4 سنوات أو تقريبا 4 سنوات ونصف، لكن فيها كل مقاييس التلاعب، قضية بها كل مقاييس التلاعب. حاولوا في البداية يزوروا محضر الواقعة ومحضر الاعتداء وتجاهلوا أقوالها وراحوا لها البيت بعد ما تم كتابة المحضر، وادعوا إن المحضر اتدلق عليه كوباية شاي، وحاولوا ان هم يمضوها على محضر جديد بأقوال ووقائع غير حقيقية. تم التلاعب ايضا بالقضية وحطوا اسماء او حاولوا يحطوا اسماء متهمين اموات او متهمين بيعانوا من شلل نصفي، علشان لما يجوا ينظروا في القضية تسقط القضية في مراحل نظرها. تم حفظها في ديسمبر 2016، ولولا ان احنا اثرنا هذه القضية من على منبر اخر، لولا ما تحرك نقيب المحامين في وقتها وذهب الى مجمع محاكم المنيا وقال لهم ان لولا ان الرئاسة مهتمة وانهم كانوا متأكدين من وقائع هذه الاحداث وهذا الاعتداء لم تكن الرئاسة تهتم بهذه القضية، وبناء عليه تم فتح القضية مرة أخرى. لكن ما كناش نعرف إنهم لما يفتحوا النظر في هذه القضية مرة واثنين يتم التنحي عنها في مراحلها الأخيرة بعد ما استنفذوا جميع سبل التأجيلات وجميع حيل التأجيلات بحجج واهية والأسباب بسيطة ولأسباب ساذجة. لكن زي ما قلت لحضراتكم قضية سيدة الكرم بها كم من التلاعب، كل أنواع التلاعب كان موجود في هذه القضية بيتم النظر فيها على مدى أكثر من 4 سنوات. في نفس الوقت قضية أخرى ضد ابنها تم النظر فيها بدل المرة مرتين، وتم الحكم فيها بدل المرة مرتين وحكم عليه بسنة سجن، دخل قضى المدة وخرج، وما زالت قضية والدته وقضية حرق منازل الأقباط في هذه القرية بتنظر حتى الآن، أو دعوني أقول أنه ما زال يتم التلاعب بهذه القضية حتى الآن. إذا كانت سيدة الكرم في الدقائق الماضية طلعت وبتطلب بنقل قضيتها خارج مجمع محاكم ألمانيا نظرا لكم التلاعب اللي بيتم فيه حتى الآن،
لها كل الحق في ذلك، وأعتقد أن وزير العدل يستطيع إذا أراد أن هو ينقل قضيتها إلى محكمة أخرى تبتعد أو تبعد عن وجه إبلي بالكامل لكي يتم إنصاف سيدة الكرم في هذه القضية. عموما زي ما أثبتنا للقضاء في مجمع محاكم ألمينيا، إذا كانوا هم مش هيزهقوا من التلاعب في هذه القضية، إحنا كمان مش هنزهق في استمرار عرضنا لقضية سيدة الكرم، ومعه هنكشف كل متلاعب، ومعه هنكشف كل واحد تقاسى وتقاعس عن إنصاف سيدة الكرم، وحتى بالوعد اللي أخدته من رئاسة الجمهورية بنعلن كل من خزل سيدة الكرم في قضيتها حتى الآن. عموما سنستمر في عرض هذه القضية في الحلقات القادمة، وفي الحلقة القادمة أيضا سيكون لنا العديد من أسماء بعض القضاة اللي بينتموا إلى التيار السلفي، وبعض منهم اللي بينتمي إلى تيار الإخوان، ودول اللي السبب في تلاعب مجمع محاكم ألمينيا بقضية سيدة الكرم.